أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بفوز باريس اف سي بشعار فيكتورياس البحرين على أميان في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، مشيرا سموه إلى أن الفريق يسير بصورة صحيحة نحو مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي تعكس تطور الفريق. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن اسم مملكة البحرين في الدوري الفرنسي يمثل الكثير في عملية الترويج وفتح آفاق أوسع على النطاق الأوروبي للمملكة في ظل الحرص على استغلال الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى. وتواجد اسم البحرين في هذه المحافل وهو ما ينعكس على الجانب السياحي والاقتصادي في البلاد. وأكد سموه أن الفريق يقدم مستويات طيبة تساهم في تحقيق النتائج الإيجابية، وهو نتاج جهد ومتابعة إدارة النادي للفريق، إضافة إلى حرص اللاعبين على تقديم المستويات المتميزة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق في المباريات القادمة.